كأس الخليج أو خليجي 25 لا زالت هي الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة العربية. هي ليست بطولة رياضية فحسب، بل هي أعمق من ذلك بكثير، تختلط فيها السياسة بالرياضة، حتى أن السؤال الذي يتردد هو: هل يعود العراق سياسيا من بوابة الرياضة؟ وهل تصلح الرياضة ما تفسده السياسة أحيانا؟ بطولة كسابقتها كأس العالم قطر استحضر الناس فيها تاريخ العرب وماضيهم، حضارة العراق والبصرة، بصرة الحسن البصري، بصرة الفرزدق والأصمعي، بصرة الجاحظ وأبو الأسود الدؤلي، بصرة سيبويه وابن سيرين وغيرهم من المعاصرين. فكم أنجب العراق وكم أنجبت البصرة، بصرة التاريخ والأدب، بصرة العلم والثقافة، بصرة التاريخ. بالمناسبة، ما دلالة استحضار الناس للتاريخ والحضارة في بطولة رياضية؟ ما الداعي؟ وماذا يعني ذلك؟ الدكتور علاء الموسوي الباحث والأكاديمي العراقي ينضم إلي الآن عبر الإنترنت من البصرة في حوار هذا. دكتور، أهلا ومرحبا بك معي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا، تطل علينا بهذه الخريطة من ورائك، جميل. على كل حال دكتور، استحضار الناس للتاريخ والحضارة في بطولة رياضية، يعني ما دلالة ذلك برأيك؟ نعم، لها دلالات كثيرة أستاذ، وتعرف الآن أصبحت الرياضة هي متنفس للشعوب، وكان من حسن حظ العراق والبصرة خصوصا انطلاق كأس خليجي 25 مباشرة بعد تصفيات كأس العالم. وتعرف العراق ابتعد عن الفعاليات والنشاطات الرياضية، عن الوطن العربي والخليج العربي على وجه الخصوص منذ أكثر من 40 عام. فكأس خليجي كانت هي مناسبة لإعادة العراق للحكم العربي بعد هذا الابتعاد بسبب التبدلات السياسية والأحداث السياسية التي حدثت سواء كان في العراق وبين العراق والدول الجوار ودول العالم. نعم، 4 أيام تقريبا من الآن تنتهي هذه البطولة. بعد انتهائها، ما النتائج التي ربما تعود على العراق بشكل عام وعلى البصرة بشكل خاص؟ ما الذي يمكن أن تستفيده، دعنا نقول سياسيا واقتصاديا وربما اجتماعيا إن كانت هناك إجابة؟ نعم، لا شك هناك نتائج، سواء كان أثناء مجريات هذه البطولة أو بعد انتهاء هذه البطولة. من الناحية الاقتصادية، هي حركت عجلة الاقتصاد في محافظة البصرة جنوب العراق، سواء كان القطاع الخاص أو حتى حركت العمل الحكومي في استئناف واستكمال البنى التحتية. كما تعرف هناك إقبال على الفندقة، هناك زيادة في المبيعات، هناك تحرك سياسي، هناك دعم حكومي لهذه البطولة على أعلى المستويات. رأينا حضور واهتمام حكومي قبل البطولة وأثناء البطولة. فأنا أكلمك، أنا حاليا في محافظة البصرة وأشهد وألمس على أرض الواقع هذا ما تكلمت به قبل الآن. اجتماعيا البصرة هي مطلة على الخليج العربي. سكان وشعب البصرة له امتدادات قرابة ونسبة وتناسب مع سكان الخليج العربي منذ القدم. فهذا الابتعاد ومجيء هذه البطولة وحدوثها في البصرة قرب من هذه الروابط، زادت هذه الروابط الاستقبال، التسهيلات للدخول عن طريق الكويت.
فكل هذه النتائج حاليا نحن نلمسها حاليا على ارض الواقع. يعني وهناك وعود. نعم تفضل. يعني عفوا للمقاطعه، يعني يمكن ان نقول ان العراق عاد الى محيطه او الى حضنه العربي كما يعني يطلق عليه البعض او يستخدم هذا المصطلح، مصطلح الحضن العربي. هل تقول ذلك دكتور؟ وهل السؤال الاخر هو ايضا، هل استطاع العراق ان يعود من خلال ما قلته انت الان، ان يعود سياسيا من خلال هذه البوابه، بوابه الرياضه وهذه البطوله؟ نعم، كان هناك تحذيرات، يعني كما تعرف بعد تغيير السياسة الذي حدث في عام 2003 لم يكن هناك عودة مباشرة سياسيا للعراق إلى الحاضنة العربية والأسرة العربية، ولكن منذ عام 2003 وحتى ما يقارب قبل سنتان أو 3 سنوات بدأت هناك تحرك وعجلة السياسة وعودة العلاقات السياسية، خاصة قبل هذه حكومة السيد السوداني، حكومة السيد الكاظمي، كان هناك تحرك. وكما تعرف أنه البطولة الحالية حصلت الموافقة وقوة، يعني دفع حركة العلاقات في زمن الحكومة السابقة، والحكومة الحالية هي استكملت ما بدأت به الحكومة السابقة. طيب. فهذه نتيجة سياسية مهمة للعراق. طيب دكتور، عن 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 الرياضة كقوة ناعمة، هل استفادت منها أو نستطيع أن نقول تستفيد منها العراق حاليا؟ وهل باتت هذه القوة الناعمة بما أنها حاضرة، يعني أكثر نوعا ما من الفنون مثلا والدراما والتلفزيون، هل باتت الرياضة هي القوة الناعمة؟ نحن لا نركز على مصطلح القوة الناعمة، وإنما الرياضة بشكل يومي تكون عامل قوي في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وبين الحكومات. الرياضة هي تفعل في بعض الأحيان ما لا تفعله السياسي والقادة السياسيين. فمن خلال الرياضة يستطيع، ليس العراق فقط، أنتم شاهدتم دولة قطر كيف كانت هنا هذه الفعاليات ومجيء كل دول العالم والشعوب و التلاقي والتلاقح الفكري والثقافي الاجتماعي مع المنطقة العربية. فالرياضة هي عامل قوي وأصبح الآن يوازي العلاقات السياسية والدبلوماسية في التقارب وعمل العلاقات الدولية. نعم. نعم دكتور علاء الموسوي الباحث والأكاديمي، كنت معي عبر سكايب، شكرا لوجودك معي في هذه الحلقة.